السلام عليكم اخوان ومرحبا بكم في فيديو جديد. اشتهر لكم الى قلت لكم اننا حاليا في 2023 بامكاننا نعدلو فيديو غير بالذكاء الاصطناعي. تخيل انك تقدر تدير باج فيسبوك وتشانل في يوتيوب وما تبينش وجهك وتربح فلوس. هادشي غادي مجهد الاخوان ما عرفش فين غادي يوصل، ولكن هاد الذكاء الاصطناعي غادي بواحد السرعه كبيره. لذلك الاخوان في هذا الفيديو هذا غادي نعدلو فيديو بحال هذا. With the industrial revolution and caffeine, the introduction of caffeine, we now had night. كما كتشوفوا غير بالذكاء الاصطناعي رانا ما درت والو، هو اللي دار كلشي. خليكم معايا في هذا الفيديو هذا وغادي نشرح لكم كلشي بالتفصيل وخطوه بخطوه. غادي نعدلوا شين يوتيوب، المحتوى ديالها غادي يكون هو البودكاست، ولكن حنايا ما غادي نديروا والو، غادي غير نشدوا المقطع وغادي نعطيوه للذكاء الاصطناعي وهو غادي يدير المونتاج، غادي يدير كلشي. وإلا كنت اول مره كتشوفني ما تنساش انك تشترك في القناه، تضغط على زر لايك وتخلي معك كومونتير زوين، ونبداو على بركه الله. العالم غادي في تطور الخوت، وتحنا خصنا نطوروا معاه. دونك الخوت خصنا نستعملوا اي تكنولوجي خرجت جديده، خصنا نحاولوا نستافدوا منها لاقصى درجه. لذلك الخوت الطفره ديال هذا الوقت هذا هي الذكاء الاصطناعي. خصنا نتابعوا اي حاجه خرجت جديده في الذكاء الاصطناعي ونحاولوا نستافدوا منها. وبلا ما نطول عليكم الخوت، ندوزوا للشرح مباشره. اول حاجه غادي نديروها الاخوان هي اننا غادي نمشيو لشات جي بي تي وغادي نطلبوا منه يعطينا اقتراحات الاسماء قنوات ديال البودكاست. نكتب له give me 10 names of podcast channels youtube for youtube. ها هو عطانا 10 ديال الاسماء. دابا غادي نزلو شي سميه من هاد الاسماء هادو اللي عطانا، ما عجبوني الصراحه، دونك غادي نطلب منه يردو مقصار. ها هو ردو مقصارين، ودابا غادي نشوفو شي اسم من هاد الاسماء هادو اللي عطاني. انا عجبتني هاد التالك ترو، لذلك غادي نعزلها، غادي ندير لها كوبي وغادي نمشي نعدل قناه جديده. دونك غادي نسميها تالك ترو، كندير اندرستاند اللعيبات كرييت، وانا عدلت قناه جديده وهي القناه ديالنا تعدلت. دابا غادي ندخل وغادي ندير لها السيت اب باش تشوفوا كيفاش كندير السيت اب بطريقه صحيحه القنوات ديال اليوتيوب. وغادي نجيو للكستمايز، غادي نمشيو للبراند، وغادي خصنا دابا التصويره ديال البروفيل القناه، وخصنا الكوفرتير. ودابا غادي نمشيو للكانفا باش نعدل اللوغو القناه ديالنا. غادي نكتب اللوغو يوتيوب، غادي يطلع لنا هذا العبارة هذا، وغادي نديرو بلانك. غادي نمشيو من هنايا وغادي نكتبو بودكاست، غادي يطلع لنا بزاف ديال اللوغوات هنايا. غادي نزلو واحد منهم، غادي نمشيو من هنايا ونكتبو تالك ترو، وغادي نديرو كوبي، وهاي طلعت لنا وهذا هو اللوغو ديالنا. دابا غادي نديرو شير داونلود، نديرو له بي ان جي ونديرو له داونلود، وهو اللوغو ديالنا وجد. ودابا غادي نمشيو نديرو في القناه ديالنا وهو اللوغو. ودابا غادي نرجعو للكانفا عاوتاني، وغادي نديرو يوتيوب كوفر، نعدلو يوتيوب بانر، غنديرو عاوتاني بلانك، غنديرو مثلا 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 هادي، وغنكتبو فيها عاوتاني تالك ترو، غادي نديرو لها اونغيستري داونلود بي ان جي، وحنا سالينا بكل سهوله الدراري ابلود، وحنا سالينا وهي القناه ديالنا واجده. دابا غادي نمشيو نعدلو الفيديو. انتم دابا تشوفوا السحور كيفاش عامل، يعني الذكاء الاصطناعي ما خلانا ما ندير، فندير انا بقى مربع يدي وجالس كنتفرج فيه شنو عندي. دابا غادي ندخلو للشانل ديالنا، غادي نديرو ريفريش، وغادي نمشيو ليوتيوب.com. ليانات الخوت راه كامل لتحت، ليان ديال الاي لتحت، ليان ديال اي حاجه استعملتها غادي تلقاوها لتحت في الديسكريبشن. المهم نكملو، دابا غنمشي تما وغادي ندير بودكاست. للاسف الخوت هاد الذكاء الاصطناعي اللي كيعدل الفيديوهات ما كيدعمش العربيه، وكان كيدعم العربيه كانت غتكون واعره، لان كاين بزاف ما يدار لحد الساعه كيدعم غير اللغه الانجليزيه بوحديتها. دونك غادي نشوفو شي واحد كيدير بودكاستات. دونك الخوت غادي نشوفو هاد البودكاست هذا ديال ايلون ماسك، غادي ناخذو اللين ديال الفيديو كوبي وغادي ندخلو لهذا الموقع هذا ديال الذكاء الاصطناعي اللي غادي يعدلنا الفيديوهات بحال هذا الشكل هذا كما كتشوفو. شد الفيديوهات كيقطعهم كيدير حداهم ترجمه وكيبانو مستيكين واعرين، كيوفر عليك واحد المجهود اللي كنتي غادي ديرو في المونتاج وغادي تضرب فيه تماره كيديره هو برمشتين. دونك غادي نسجلو في فري تريال ديالهم، حتى نتوما تسجلو فيها تسجيل عادي غير بجيميل. غادي نسجلو
وحنا سالينا. وهذا البروجي هذا الخوت راه تابع الموقع اوبن اي صاحب شات جي بي تي. دونك الخوت هنا كيقول لك شنو هما الفيديوهات اللي كيدعمهم شنو هما الفيديوهات اللي ما كيدعمهمش. دونك هو كيدعم البودكاست، كيدعم الايديكاسيونال فيديو، الكوميرسيال فيديو، برودكت ريفيو، موتيفيشن سبيتش، ما كيدعمش الجيمين وما كيدعمش ميوزيك فيديو، يعني فيديوهات ديال الاغاني، فيديو كليبات وداكشي. كيعطيك انا جوج سوايع حاول تشد الفيديو اللي غادي يقطعوا لك ويعدلوا لك ما يكونش فيه جوج سوايع باش ما تكملكش جوج سوايع. انفو غادي تكمل هاد جوج سوايع هادو خصك تشري الاشتراك باش تبقى تستعمل. دونك حنايا خليناها مع الفابور نحاولوا نستافدوا من هاد جوج سوايع على اقصى درجه. غادي نكوليو ليان هنايا وغادي نبركو على جيت كليبس وغادي نرجعوا للور وغادي نتسناو. دونك الخوت غادي نخليه تنولي نرجع لكم، قال لكم 8 دقائق نتسناو حنا 8 دقائق. دونك كما كتشوفوا الخوت ها هو الاي ديالنا كمل وعدلنا الفيديوهات. دابا كيبقى لنا غير نتيليشارجيوهم ولكن نخدموا شي واحد فيهم تشوفوا كيفاش خدامين. Most technology I would say no. In fact, you and I were talking about social media before this, about just not having Instagram on your phone and not dealing and you feel better. I think maybe particularly Instagram. شفتوا الخوت كيفاش دار؟ لا هادشي انا راه ما نقدرش نديرو بهاد الدقه هاد. فالخوت هادشي هذا اللي كتشوفوه راه الخيال العلمي، راه ما نقدرش انا ندير مونتاج بحال هكا ويكون عندي الصبر انني ندير الفونت وندير الكولورز بحال هكا ونحط الايموجي بحال هكا، راه لا يعقل. راه دقيقه بدقيقه داكشي هذاك الهضره كتخرج من الفم ديال ايلون ماسك والترجمه كتكتب حداهم. اما ما نقدرش نصبر انا على هادشي هذا كامل ونديرو في مونتاج. هادشي بزاف 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 الخوت. دونك دابا الخوت غادي نتيليشارجيو الفيديوهات وغادي نوريكم كيفاش غادي ديروا تحطوهم قناه يوتيوب ديالكم. حاولوا ديروا تباج فيسبوك وتحطوا فيها نفس الفيديوهات، يعني تحطوا هنا وهنا وهنا وما كراتش كاع ديروا فيسبوك وتيك توك وانستغرام ويوتيوب، يعني اربعه ديال مواقع التواصل الاجتماعي اللي غادي تخدموا عليهم بنفس الفيديوهات. راه هذا الفيديو هذا ديالكم 100% ما فيه حتى شي كوبي رايت وحتى واحد ما غادي يقول لكم علاش حطيتوا هذا الفيديو هذا حقه عندكم كوبي رايت. غير توكلوا على الله وديروا هذه الطريقه هذه. دابا غادي نتيليشارجيو هذه الفيديوهات هذو ونكملوا. هذو هما الفيديوهات ديالنا حنا تيليشارجيناهم، دابا غادي نحطوهم في يوتيوب. نسدو هذا الموقع هذا وغادي ندخلوا اليوتيوب ديالنا وغادي نديروا ابلود فيديو. غادي نمشيو الفيديوهات ديالنا وغادي نابلوديهم كاملين اوبن. وكما كتشوفوا الاخوان ها هما تابلوداو. دابا غادي نجيو للطريقه ديال الحطام كيفاش غادي نديروا نحطوه. دونك غادي ندخلوا هنايا الديتيلز. كما كتشوفوا التايتل راه مكتوب بلا ما تحاولوا تبدلوه، غادي يبقى لكم غير الديسكريبشن. غادي ديروا هاشتاغ شورتس باش هذا الفيديو هذا يبان شورتس وغادي ديروا ديسكريبشن هنايا الا بغيتو تعتمدوا على الذكاء الاصطناعي. ديروا كوبي هنايا تمشي للذكاء الاصطناعي شات جي بي تي كدير له رايت مي فروم ذيس جوج نقط وكطيح العنوان هو كيعدل لك ديسكريبشن. وها هو سهل، كندير لك كوبي كنمشي للشين يوتيوب ديالي كندير لك هنا سهل. كيبقاو لنا الهاشتاغات. كتانستالي هاد فيد اي كيو هادي، ها هي الاكستنشن هادي هي اللي كتعطيك الهاشتاغات هنا. كيبورد انسيرش كدير ايلون ماسك وكتعطيك الهاشتاغات اللي متوفرين، واش يعني واش الكومبيتيشن فيهم عاليه او لا قليله. دونك حنا ما كيهمناش لان هادو شورتس كونوا كما كانوا كيطلعوا. المهم هو دير الهاشتاغات عندهم علاقه بالشخص او بالموضوع. احنا درنا الهاشتاغات احنا سالينا. دابا غادي نمشيو للفيزيبيليتي غادي نديرو سكاجول، غادي نحددو فوقاش غادي نحطو هاد الفيديو هذا مثلا اليوم مع مثلا 3:30 وغادي نديرو سكاجول وغادي نسدو هاد الفيديو هذا. ملي غادي توصل 3:30 داك الوقت اللي حددنا غادي تحط اوتوماتيك. وهاد العمليه هادي غادي ديروها مع كاع الفيديوهات ديالكم. نتوما ديروا كاع 30 فيديو، يعني فيديو كل نهار، يعني شهر، يعني كل نهار كيتحط الفيديو في نفس الوقت. هادشي غادي يعاون الشانل ديالكم باش طلع صاروخيه. وكما شفتوا الخوت حنايا عدلنا الشين حطينا فيه الفيديوهات وما خسرنا دقيقة من وقت ديالنا في المونتاج، غير بكليك وحدة عدلنا الرام ديال الفيديوهات اللي نقدروا اننا نحطوهم في الشين وندخلوا منهم الفلوس. وهادشي هذا تقدر تطبقوا فيسبوك في انستغرام وفي تيك توك حتى هو. دونك الخوت كان هذا هو الفيديو ديالنا، كنتمنى انه يكون عجبكم الشرح. الا بغيتو نعاود نشارك معكم فيديوهات بحال هكا وندير لكم شروحات كيفاش ديروا تخدموا فيديوهات غير بالذكاء الاصطناعي في حاجات اخرى، غير خليوها في الكومونتيرات وانا غادي نحط لكم فيديو ان شاء الله السيمانه الجايه على فكره اخرى كيفاش ديروا تخدموا صناعه المحتوى غير بالذكاء الاصطناعي. نشوفكم فيديو الجاي الخوت، تهلاو لي فراسكم.